ظبط. بص الله ينور عليك يا كريم، كده انت خدتي واخده بلس 5 كمان. بص ايه الزتونه بتاعتها؟ ده الشكل اللي اديتهولكم. هو في شقين، ايه الشق الاولاني؟ لما بتيجي تعملي بلاي، اولا انا بروح استخدمها كاني هروح اعمل برزنتيشن، حلو؟ وقلما لينا في مكتب مثلا او في مشروع، يعني مش ممكن ما استخدمها ممكن ما استخدمهاش، هو امر واحد. انتوا حد سامعني صح؟ طيب اهم حاجه اللي هي جزئيه الموديلنج، ان انت ازاي تموديلي الشكل زي كده. فانا عندي هنا ايه المشكله كالاتي، بص بقى معايا واحده واحده. انا عشان ابتدي الوظيفه دي وابتدي اروح اعمل موضوع الانيميشن ده، انا في عندي بس حاجه صغيره اللي هي ايه، انا معايا مثلا ده اوبجكت اهو ومعايا اوبجكت تاني. عشان اروح اعمل مورفينج او اروح اعمل تحويل ما بينهم، شرط اساسي لازم تكون كميه الفيرتكس واحده. يعني همسك الكتله، هكليك يمين، اجيب هنا بروبرتيز بتاعتها، اوبجكت بروبرتيز، اهي بيقول لي كميه الفيرتكس بتاعتك كام؟ كام؟ تمام. همسك التاني، هكليك يمين، بروبرتيز اهي، هيقول لي كميه الفيرتكس بتاعتك كام؟ 482. يبقى انت كده عملت التحويل مش هتنفع. طب انت عايز ايه؟ همسك شكل واحد واكرره كانه زي الصلصال كده بالظبط. طب هل كل دولت ليهم نفس كميه الفيرتكس؟ اه طبعا، ما انت خدت الكوبي. طب انت محتاج ايه؟ محتاج اشكل بقى. ايه هي اوامر التشكيل اللي احنا خدناها من ساعه ما بدانا؟ يلا. انت خدت شاطر بن ماشي ويست تابر مثلا، اديت مش، اديت بولي، صح؟ صح؟ تمام. طيب تعال نجيب مثلا هجيب هنا اديت مش، واجي امسك مجموعه فيرتكس اهي، واجي ريسكيل واشكل. ماشي. ممكن اجي هنا همسك يا نور الاوبجكت، واجي اقول له هنا اديت بول لو سمحت، واجي من جواه امسك مجموعه مثلا ايدجز مثلا حواف كده اهي، ويا اما موف يا اما اروتيت يا اما ريسكيل، كانك انت ماسكه الصلصال وبتشكلي فيه. اي ماشي، بس هي النتيجه بتاعتها بتبقى شارب ايدج، يعني بتبقى كورنر كلها، ما بتبقاش سموث معايا. طب ايه هي بقى الاوامر اللي هي بتخلي الاوبجكت بتاعي سموث؟ في عندي اولاد باكج اسمها اف اف دي. ايه بقى الاف اف دي ده؟ الاف اف دي عباره عن مجموعه اوامر بتروح تتحرك او بتروح تتعامل مع الكتله على اساس نقط هي بتحطها في افتراضيه. مش فاهمه؟ يعني هنا بيقول لك في 2 في 2، في 3 في 3، في 4 في 4، في بوكس، في سلندر. طب تعال ناخد واحده مثلا، ناخد 4 في 4 في 4. هو حاط لك نقط تتحكمي من خلالها، لكن يعني معنى كده ان الاف اف دي ما بيتعاملش مع ولا فيرتكس ولا ايدج ولا فيس ولا بوليجون، هو بيتعامل مع نقط الكنترول بتاعته اللي هي دي. مش انت اخترت كنترول بوينتس؟ امسك بقى مثلا اي صف منهم وتعالى بموف حركه، طلع عندك ايه؟ تاني هاجي هنا كده الاوبجكت، واجي هنا كده من موديفاي، وهاجي اقول له هنا ادي اف اف دي، وهاخد ثلاثه. بس هو في سؤال بس، هو انت على اي اساس بتختار الثلاثه في ثلاثه ولا اربعه في اربعه؟ على اساس الشكل اللي انت حابب تطلعه. طب يعني مثلا فور اكزامبل، يعني حد عارف مثلا اللمبه اللي هي الشمعه او البلحه اللي بتبقى في النجفه؟ حد يرد يا اولاد عليا. ايوه تمام. طب اخد لها مين؟ يعني اخد اف اف دي كام مثلا واحنا بنفكر سوا وانت بتتخيل، اخد 2 في 2 مثلا تنفع؟ هو 2 في 2 تنفع. اوكي، حاجه اخد ادي كنترول بوينتس وهمسك دي على كلامك انت، واروح اعمل كده، وهمسك دي كده واروح اعمل كده. نفعت ولا قلبت خياره؟ ها؟ يبقى انت نفعت. محتاج ايه بقى؟ انا محتاج نقطه اثبتها في النقط. يبقى انت كده في الحاله دي محتاج اف اف دي 3 ب 3 ب 3. ليه الكلام ده؟ عشان امسك كنترول بوينت، عشان اجي اضيق دولت اهو، يبقى من تحت ومن فوق ضيقين، ومن فوق هي اللي واسعه. يبقى خيالك هو اللي بيحدد لك الكلام ده، شايفها؟ تمام. طب دقيقه واحده بس، طب طالما بتقولي خيالي بقى، طب افرض ان انا محتاج اكتر من الكلام ده، يعني محتاج اكتر من اربعه، لان هو اخره 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4 في 4 اللي هي دي. وفي بوكس وفي سلندر، الفرق ما بين الاثنين ان هنا بيحط لك النقط على هيئه شكل رباعي، هنا بيحط لك النقط على هيئه شكل سلندر، نقطه الكنترول بتاعك. بس اي واحده من الاثنين دولت جواها حاجه اسمها ايه؟ set number of points. يعني ممكن انت تخيلك، اه انا محتاج والله في التشكيل الارتفاع يبقى فيه 5، مش عايز 4، خلاص؟ عشان اقدر امسك الكنترول بوينتس بتاعته دي واغيرها. حد شايف؟ حد معايا يا اولاد؟
ايوه طب تمام، حلو قوي. احول بقى ازاي؟ ده امر واحد بس، وممكن نستخدمه وممكن ما نستخدموش على حسب الاحتياج. هو موجود عندي فين؟ كومباوند. وفي عندي هنا امر اسمه ايه؟ مورف. ايه مورف ده؟ انا مش عارف هل حد بيتكلم وانا مش سامعه ولا. لا طيب، فانا عندي هنا ادي مورف. مورف ده هو امر التحويل بتاع الاشكال. حد فاكر كوبي انستنس وريفرنس؟ تمام. هاخد مو وهاجي على كده اقول له لو سمحت سجل اوتو كي عند التايم فريم كذا، ان انا هعمل بيك واخد الاوبجكت كده، وافضل اغير يا اولاد كده التايم فريم لحد ما اوصل لمين؟ لاخر عنصر. يبقى السيناريو اللي انت بتعمله بتاع البرزنتيشن او بتاع اظهار واخفاء انت اللي بتقرره، شايفه؟ معلش تاني اقصد يا دكتور عشان تهت في النص لا في الاوتو كي. عاشر كمان ما يهمكش. بص لما تيجي تعمل بلاي اه. طيب قول لي بقى انت تهت من اول الموضوع اللي هي الموديفايرز ولا موضوع الانيميشن؟ لا لا الانيميشن موديفاير مع حضرتك عادي. طيب انا هرجع تاني كده، دي مجموعه الاشكال بتاعتي يعني. ايه المطلوب؟ ان انا عايز اوري العميل مراحل تعبي اللي انت عملت فيها المبنى او الكتله او الكرسي او الحاجه اللي انت او البرودكت اللي انت عايزه، تمام؟ وادي الاشكال اهي. ايه هي الستبس؟ همسك اول اوبجكت واجي من كومباوند واقول لو سمحت اعمل لي امر اسمه مورف. ايه مورف ده؟ هو امر تحويل ما بين الاشكال، ماشي. طب ثم حاجه اقول له لو سمحت عند التايم فريم كذا سجل اوتو كي باك واخد الاوبجكت تاني، افضل اغير تايم فريم واختار اللي بعديه، شايف؟ واطفي وعم بلاي. وصلت؟ تمام يا دكتور، وصلت يا ولاد ولا تاني؟ ماشي. بس الشرط لازم يكون نفس عدد الفيرتكس صح؟ شرط عدد البلد. وصلت ان شاء الله ولا تاني؟ ناس ساكتة. وصلت. تمام طب حد يعرف يعملها؟ نعمل ولا تخلوا بعد البريك؟ بعد البريد الشكل اللي موجود من فوق ده عامله ازاي؟ بايرمنت ولا ما بيزبط ما سمعتش. هرم، يعني ما بيزبط هرم. هرم. طب افرضي ان انت عندك الدوم من فوق مش مدببه، ما ينفعش ان انا اجي بوكس كده واجي هنا كده من موديفاي واجي اقول له هنا اديت مش واجي بمجموعه فيرتكس كده واروح جاي اعمل ري سكيل كده، تنفع؟ واقدر اشكل بقى في النقط دي مكانها فين بالظبط؟ صح؟ تمام. يبقى هو انا دي ممكن برضه اعملها بتابر. ممكن تيب، بس التيبر مش هيديك امكانيه تعملي دي كده. خدي بالك ان التشكيل الحر ده مش هينفع يبقى. ممكن طب تمام. تمام. طب تعالى تاني. طب الشرشره دي، طبعا انا الشرشره دي مش عايزها في الايدجز، يعني انا الكلام ده مش عايزه، انا عايز حيطه عاديه. بس انا لو حبيت اعملها هعملها ازاي؟ ممكن حكينا باللاتس ونكترهم لأنهم ممكن لاتس، بس ده هيزود لي كميه سيجمنتس. وممكن اعمل حاجه كمان، لو انت جيتي عملتي اوبجكت زي ده كده وجيتي هنا كده يا لينا، رحت مديها له هنا روتيت واجي هنا كده بموف واروح ساحب دي كده فوق، نكررها. هل ينفع ان انا اروح افرغ شباك من ده؟ إذا عملتهم أتاش كلهم مع بعض. جدعه جدعه، برافو عليك. مش هعمل انا كده، انا كده هديك 5 درجات كمان. بس خدي بالك انا مش هينفع اعمل لهم جروب، امر جروب ما بيمشيش مع بروبوليو. فانا لازم امسك الكتل واجي هنا كده موديفاي واروح جاي هنا كده من ايديت بولي اهي، واجي اعملها اتاتش اهي، واروح جاي واخد مثلا من هنا الشكل اهو، واروح جاي قايل له شيفت لحد الاخر كده بقى اوبجكت واحد. ثم هروح جايب مثلا هنا ادي البوكس وامسك دي وهاجي كده من كومباوند. يا عمرو انا عارف انت مش هنا، واجي هنا برو بوليان ستارت اروح واخد دي كده. طب انت تقصد ايه بقى ان انت تورينا دي؟ اقصد ان انت عندك في فرق ما بين جروب وما بين اتاتش. جروب ما بيتعاملش مع برو بوليان، يعني مش هيحس بالكتله اصلا، فانت مضطره تعملي ايه؟ اتاتش الاول.
وصلت يا اولاد؟ تمام تمام يا دكتور. تمام يا دكتور طب تمام، تمام. احنا خدنا البرامج دي صح؟ أخذناها بال تابر يمكن، بس نغير الليمت فاكرة يا دينا لما جينا خدنا الهوست على الهوز. ايه وغير في سيجمنتس صح؟ احنا دلوقتي بقى عندنا امكانية نعمل حاجة كمان. انا ممكن اجي امسك الكتلة بتاعتي دي اللي هي مثلا سلندر مثلا، ثم حاجة ازود له هنا سيجمنت. طب ليه زودت له سيجمنت؟ عشان يعني اجي من الموديفاي واجي اقول له هنا ايديت مش. ليه ايديت مش او ايديت بولي؟ عشان اقدر امسك مجموعة فيرتكس كده من هنا من الفرونت، ويا اما اري سكيل. بصي شايفة؟ صراحة طلعت ولا ما أسفل طلعتش؟ من الموديفاير. إيه طلعت تمام. وممكن اشيل السموثنس بتاعتها من السلندر اهي. هلا. تقدر بتصير بالإديت بولي كمان صح؟ اه طبعا دي او دي تاخد زيتونه. أوكي هقول لك، طب افرضي ان انت عندك الايفكت ده عايز تعمليه في حته معينه، انا ممكن ما امسكش ايديت مش في الاول خالص، يعني اشيل ايديت مش كده. ليه شلتها؟ عشان انا ممكن بعد ما اجي ازود سيجمنتس كده واجي اقول لو سمحت اديني هنا ايديت مش او ايديت بولي على حد سواء، وامسك حته منه بس. ليه الكلام ده؟ عشان ممكن وانت ماسكاهم اجي اقول له اديني اف اف دي. يا سلام، يعني انت قصدك هتعمل اف اف دي في الحته دي بس؟ اه. حد واخد باله يا ولاد؟ اهي شايف، بتبقى في لو حد منكم ديكور بتبقى في رجول الكراسي او الامتريال. وصلت؟ طب تمام، تمام. ارجع تاني كده. خلي بالك انا طيب اهو بحلها. الحتة دي يا دكتور قول تاني كده يا فنان. ما ممكن تاني آخر حتة. وعاش. بص تعالى هنا كده، هجيب مثلا هنا كتلة ولتكن مثلا بوكس مثلا اهو. اهم حاجة يا فنان اللي هي السيجمنت، ازود سيجمنت اهي، واجي هنا كده من موديفاي واجي اقول له هنا كده ادي اديت مش، وامسك مجموعة فيرتكس اهي، صغرت او كبرت على حسب ما المقاس اللي انت عايزه، ثم وانت ماسكها اقول له هنا ادي اف اف دي، واجي من جواها اخد البوينتس واجي اعملها ريسكيل. شايفها؟ تمام. هو الفرق انه اعطانيها سموث صح ايوه بالظبط. بينه وبينه. وكمان انا بختار حته معينه اشكل فيها. عملنا اديت مش ومسكناهم كمان بختار حته اه معينه بالظبط بس ما تاني. بتطلع لي سموث. اه يعني ممكن تيجي تاخدي هنا مثلا ادي فيرتكس، طبعا ده ايه الاف اف تي بتاعت دي. لو عايزه واحده تانيه اديت مش تاني اهي، وراح جاي ماسك من جوه الفيرتكس اهي واجي اعمل لها ريسكيل اهي. ايوه بس الفرق ما اوكي تمام. شايفه؟ تمام. ايه تاني صعب هنا؟ تاني خلاص ما فيهاش حاجه صح؟ هو في حاجة تانية يعني وأنا بشتغل ببقى عايزة أركز على حتة، فينفع مثلا أعمل أيزوليت للجزئية طبعا. اللي أنا بشتغل فيه؟ اه طبعا، بس مش دي، ان دي بتبقى كتله واحده. لكن اللي انت بتشتغليه والعناصر اللي انت عملتيها تقدري تعمليها ايزوليشن طبعا. إيه يا إزاي بقى؟ العمدان اللي طلع 3 حتت دي هتتعمل ازاي؟ انهي